لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر. روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحجر، أظنه الجحر، هذا الجحر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم والحاكم والبيهقي، ورواه أبو بكر البزار بلفظ: لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر، والجحر برضو أظن الله، لجاء اليسر حتى يخرجه، ثم قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائد بن شريح. قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف. وحميد أيضا منكر الحديث. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. إسناده مرسل، لكن هذا الحديث ثابت من طرق. وروى ابن جرير عن الحسن قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك، وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين. ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد، واليسر منكر فتعدد. لما تقول جاء الرجل ومعه رجل ثم جاء الرجل ومعه رجل، جاء الرجل ومعه رجل ثم خرج ومعه رجل، يبقى أنه رجل، الرجل الأولاني هو نفس الإيه؟ الرجل. لكن لو قلت جاء رجل ومعه وكأرم رجل عشان منكرة، فيبقى رجل آخر غيره، إن الألف واللام تعود يبقى أصبح معهودا. فهذا هو الذي مضى، ولذلك إن مع العسر يسرا، إن مع العسر هو نفس العسر السابق، واليسر الأول غير اليسر الثاني، فلذلك قال: لن يغلب عسر يسرين. يقول: ولهذا قال: فلن يغلب عسر يسرين، يعني قوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد. وروى الحسن ابن سفيان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
نزل المعونة من السماء على قدر المعونة، ونزل الصبر على قدر المصيبة، على قدر المعونة الثقل والعبء، فإن الله ينزل معونا على قدره، وينزل الصبر على قدر المصيبة بتوفيق الله لعبده المؤمن للصبر. ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راق والله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأليب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. وقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت عنائقها فانصب في العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. من هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني المولود. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك، في رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. عن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. عن ابن عياض في رواية عن ابن مسعود: فانصب وإلى ربك فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء، يعني اجتهد واشتغل بهذا الأمر. قال زيد بن أسلم الضحاك: فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب أي في العبادة، وإلى ربك فارغب أي اجعل. قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. آخر تفسير سورة الشرح، سورة لم نشرح، ولله الحمد والمنة بالتوفيق والإسم. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن مع الشدة التي أنت فيها من جهاد هؤلاء المشركين ومن أوله ما أنت بسبيله رجاء وفرج بأن يظفرك بهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به طوعا وكرها. قال الحسن: لما نزلت هذه الآية فإن مع العسر يسرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا أتاكم اليسر، لن يغلب عسر يسرا. كما ذكرت في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جحر تصحح له نفس حديث المسعود المذكور. قوله: فإذا فرغت فانصب،
اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء وسله حاجتك، عن ابن عباس فإذا فرغت فانصب قال في الدعاء، عن ابن عباس قال فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له، عن مجاهد فإذا فرغت فانصب، إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك. قال الضحاك يقول فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة قبل أن تسلم فانصب، إذا قبل السلام يكون الدعاء فانصب في الدعاء. قال قتادة أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه، عن قتادة فإذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء. وقال آخرون بل معناه إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. قال الحسن أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة. قال ابن زيد إذا أم أبيه إذا فرغت من الجهاد جهاد العرب وانقطع جهادهم فانصب لعبادة الله وإلى ربك فارغب. وقال آخرون بمعنى ذلك فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عبادة ربك. عن مجاهد قال إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب قال فصلي. قال وأولى الأقوال في ذلك والصواب قول من قال إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل فراغه من كل ما كان مشتغلا به من أمر دنياه وآخرته مما أدى له الشغل به، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته. يعني إذا فرغ من كل ذلك من أمر الدنيا من أمر الجهاد حتى الصلاة اجتهد في الدعاء، يقول إلى النصب في عبادته والاشتغال بما قربه إليه ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون حال، فسواء كل أحواله فراغه من صلاة كان فراغه أو جهاد أو أمر دنيا كان مشتغلا لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ دون حال أخرى. وإلى ربك فارغب يقول تعالى ذكره وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك دون من سواه من خلقه، إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد. عن مجاهد وإلى ربك فارغب قال اجعل نيتك ورغبتك إلى الله. قال مجاهد إذا قمت وإلى ربك فارغب قال إذا قمت إلى الصلاة. آخر تفسير سورة الأنشرة. الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.